إني أرى رؤوسا قد أينت أينعت وحان الآن قطافها. إني أرى رؤوسا قد أينت وحان الآن رؤوسا يظهر نقص. إني أرى رؤوسا قد أينت وحان الآن حسب التوقيت المحلي الأذان. شو دخل الأذان؟ تكش منه بصدك دي ما وركز يا ذو نقش ويقهك ويحكك ويحكك برف الله يلقك يا ذو يا شلم ذك دحي ماكش تسمع فيها برف هاي تلفيدك ليزا في داري ليزا تتحس عليها يا ولن متفرج من دوكي مونتير مش نورمال زيتان ين مش دارك وحدك تزينوني ناو نقول لك كيل كيلو ولي تفهم في الانجليز يا ولن نفهم نحكي ولا كيفاش نتلي هاو بالنباتات بالموسيقى والشعر بالأمارة قالك من تم امرأة من ولات تقول الشجرة نتاعها في الشعر الشجرة ديت تطويل ثانيا يا المان سينوري مش انجليز سي ذول ولا يفهم في الألمان شو انا وعوش بالله من كلمتين ماني حافظ كان ثلاثة كلمات بالألمان اشلي بيديش اخ توغ وخاصة خاوس خاوس يا ولدي حل عينيك نقرا في الكتيبة بالعربي من اللوطة نكون فيما المدبتة ويانا ولا انت ولا ليك هقول تقرا في الكتيبة من اللوطة ما لاليش تحسس وتزيد في الصوت عليش باش ما نسمعكش انتي يا رسول الله يا ربع كلمات ما عرفتش تقولهم يا جاي تنوريك التمثيل يا بعد اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها يا انا احفظتهم في بلاستك وانتي اربع سوية انا احفظتهم اشكون هذا زيد زغدر انتي جايب كلوني بلزا متخلف بزيد تلعب بالسيوف البلاستيك يا زود زود يا الاخضر والله انك وحشة يا الله شكون السيد هذا نداك الاخضر خويا خوك مرحبا نتشرفوا نسي الاخضر انكسبة توا تفكرت خوك قلت روحي قريب من دار لله فريدة قلت نطلع على خويا الغالي ضو والله توحشتك توحشتني ملا لا يا اخي ماكش خويا لا لا اخوك تما مستانس تكلمني في الشهر برا باش نبعث لك فلوس الكرام وتعلق ما نسمع صوتك كان الشهر الجاي يا ضو عايش خويا قرايه الحقوق صعيبه ياسر تشبيه صاحبك هذا يقردح لي نودي سايب عليك منه هذيك استنى استنى سيعني يا اخي كيفاش دخلت انت من غير ما تنوقز باب جنينه نبلش تي ماني عيط يا ضو يا ضو ما سمعني حتى حد لقست من الصور كيلو اسمع ضو توا الدنيا ليل ما عادش نلقى ترونسبور هكا ولا لا بيت بحدا اخويا الغالي غدوه على الصباح نقصت ربي على روحي يا ولدي عادي في بلادي خذ راحتك على الاخر يا ما غدوه صباح نقصت ربي على روحي يا ولدي تهنى ضو شبيه صاحبك هذا ما لاباس يا ولدي ما تخوش عليا هذاك الله ما عافينا مغروم بالتمثيل بالتمثيل ضو ما تصورش قداش فرحان انا الليله باش نبيتو انا وياك فرد بيت كيما قبل تتذكر شنو نتذكر وين ماشي يا ولدي نسكت عسك ماشي ندبر لك في مخده سلام سلام اسمع نقول لك تو تخرج من خوك تقول له ديجاج يعني نقول لك انا ولا رحمتنا ناتي تركيا رحمتنا ناتي تركيا نعديها لك الليله زرقاء تقعد تجيك في المنام المنام عينك هاني نقول لك يا نوري يا ديك اعمل عقلك كنت تسمع فيه طفل خليك نبات الليله ونقعد نسري على الصباح دويو انا بصدق حصل لك انت جيت على ليله ضربت على قلبي 5 سنين يا نوري نايد روحك راه ماهوش باين اللي في كرشك نعم شنو اللي في كرشي هو شنو نقصد نتاع عشاك ما هو من الترفيزة من كرشك الدور من صرنك انت تعقد وما تكشكش انت راكش كشت الكل يا اسمع نقول لك تو تخرج له تقول له يمشي والا نخرج له انا يا نوري نيجي نتفاهم وساعة ومن بعد سيدي تنمشي نمشي انا بيدي نخرجوا نيجي نقعد نحكيو نقعد ربي ما تخرج من كان راضي يا نوري تو انت ما كنت تحبوا يمشي ماهوش يحب البيت اما هو انا ما كبش لي هوني نصحي سي نوري مانيش نحب نحبك كثير هذه
تو بالله يا نوري انا نحب نعمسك، ما يزيكش انت مسيك ايش صار لك في حياتك؟ انت من الام ومن البو وخويتك مفرتين في البلدان كل هذه الحجله، نزيد نتمرن تنا كل يوم المدام ما يعجبها شيء، مولي يتعدى يمسح بيك القاع ويمردك يسبى فيك بدور وراي ريت موريد هذاك علاش انا نرفوزي وخلقي ديما في خشمي. لا مالي يا سيدي، مثل ماش واحد ناس مليح قدك انت، مولي عندك مش نتاعك، انت تراك المخده نعطيها للطفل ذي. يا نوري. نعم. والله ربي معك يا خويا، ان ربي معك. صح عليك يا ذو، اصبح ربح. البائحة قام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 1001 بالمحكمة الابتدائية باستنطاق 3 وزراء من رموز النظام السابق، ترى على من سيأتي الدور اليوم. سي اسماعيل بالطبيعة. شحو خالك؟ سي اسماعيل ولد مدام فريدة مش هكا؟ لا انا ودي انت شكونك انت يا ذو يا نوري؟ لحظه وقتاش جيت يا ولي؟ صباح الخير مدام فريدة، جيت البارح بت بحذا ذو. اه امي تعرفوا واش بيك نسيتو؟ لحظه ولد عمك صالح الاخضر حساس بلاصنا القديم ملي صغير هكا ما جاش للدار. اي اقعد اقعد، اش بيك ويقعد؟ الاخضر الاخضر شوفوا خذوا خذوا. قل لي جبت لي فلوس الكراويات نتاع البلاصة؟ اما فلوس وما كراويات يا مدام فريدة، البلاص ما كن بعتوه عنده توجي 10 سنين. احنيه زحمة قوم نحي نيدو وزيت روحك قاعد معايا فر الطاولة. صباح الخير. صباح الخير. اليوم الكونجي متاع النوري، حضرت لكم فطور الصباح بداية ظاهرة وكا البريوشة كاني مرعوبة. إلا فريدة شكون السيد هذا؟ أنا الأخضر الأخضر خذو، طالب في الحقوق، مازالوا لي أشهر ونولي محامي جهبذ. إي تشرفوا، ما في باليش ضو عنده أخو. يا ناري عليك يا فريدة، ولد العساس يطلع محامي، وولدك أنت تبعثوا لفرنسا باش يقرأ حقوق، يكسر لك كلامك ويمشي يقرأ الزرزوميات. باهي سيدي مش لازم منه فطور الصباح هذا، نمشي نشوفه مويخي. شي ضحك فيك سي الاخضر؟ لا حتى شيء حتى شيء. يا بر حذا اخوك عايش ولدي بر. وانت تفقدت قضية الفطورة توت سويت؟ يا مانامان يا الماني سافر عليا وخلاني، يا مانامان يا الماني سافر عليا وخلاني، يا مان مان يا مان مان. يا بهلول تحكي مع النبتة؟ لا يا ولدي مانيش تحكي معاه، نقرا لها في الشعر باش تتفرج وتكبر فيسع. تكبر فيسع يا الماني شعر، يا الماني شعر. حط النبتة في الوسط. يا ديني محلالي فرحه، يا ديني محلالي فرحه بالعوادة بالعوادة بالعوادة. أو نعطيك الشعر الرسمي تو اسمع. حبيبتي حبيبتي عيناك بحر أزرق لا زردين، ممتد ممتد ممتد، خذيني خذيني خذيني. يا دين خذيني يا دين، حاجتي بها باش نقولها الحلومه. تعرف مادام شعر مشى مع الشجره في البرنامج الالمان معناها من بعد يمشي مع حلومه. يركك يا ضو طول عمرك رومانتيك يا ضو. يا هي حلومه نيزن واحده في الحومه. صباح النور يا حلومه. صباح الخير. اسمعني النوري، اليوم كونجي انت باش تمشي تقضي خاطر انا باش طايب الفطور، وما تنساش نجيب الفطور بالشارع. مادام انت باش نطيب الفطور من بعد باش يتعرق. هيا فيسا فيسا ما تقعدش تلعب مع الاولاد الصغار، ماني نعرف. لا لا نفطر ونفر عجاجه حلومه من بعد ما نجي راهو عندي ما نقول لك. ربي يستر. ضو
شبيه اللي تعطي في الاوامر وتكردح وبكرك قاعده على الطاوله مع الجماعه يا اخي ناس اللي هي جرت خدامه يا ولدي يسكت حلو ما ماشي خدامه هون هي الكل في الكل الفرميه نتاع مدام فريده وهي المديره نتاع الدار اللي تقول هي يمشي وعن قريب ان شاء الله مرت خوك انا هي الكل في الكل هوني يا نزيل اخضراي نصف لك حد خلي نصف برا 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 روحك نعرف الصينية وحدي برا ناي باهي هاي ملا نقابل العام الجاي ها عام الجاي ناي بسلامة بسلامة هاي بسلامة برا يا أمه يا أمه والله نذبح روحي يا أمه نذبح روحي شقوا على صدري يما شوفوا جروحي ياتي هاي تتحرك صار انت تتأثر بالشعر يهلكك يا ضو ردي نحكي مع الحشيش سي اسماعيل وي ثم ولايت جي وقال لي هو المحامي متاعك بصراحة مصدقتوش هذاك مات السعسوكي هذاك هكاك هو يظهر مقروس شوية دخلوا دخلوا انت تفضل تفضل صباحي اسماعيل اهلا 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 مات اهلا شي احوالك سيدي هاي تفضل اقعد ايوا استمع جديد في القضية متاعي اش باش نقول لك اسماعيل شنو ما تقوليش عدام زادة لا لا ما تخافش قضية الفساد المالي باش تترفض شكلا الحمد لله قلت لكم خطيني خطيني اذا فما حاجه صارت في الوزاره راهي من وراها الحمد لله ظهر حق وزهق الباطل نظيف انا نظيف اما فما حويجه سي اسماعيل شنو حويجه هذه مجموعه 101 محامي ضد الفساد شادين فيك الصحيح وقالوا عندهم وثائق يثبتوا لي انت وراك كارثه البيئيه لوثه المشهد البصري للبلاد واللي اسمها لبيب البيئه حبيب لبيب لبيب شبيه لبيب ساحليلته داير مازالوا كعباتكم منشرين في البلاد حليلتو انا التوب الخش مرات جرتو امي كانت تقول لي ارقد لنجيب لك الازرق وذنين ياكل لك خشمك باهي سيدي واش يحبوا عندي اللي سون افوكا هذوما ما يعرفونيش اللي كنت تاتو من جمت الطاطا اللي موجوده انا صح من غير ما نقرا هو كان فما واحد ينجم يقول لهم لا سيدي ابي باك فيك وقالوا زاد اللي اسمك تجبد في لجنه تقصي الحقائق وناويين يرفعوا بك قضيه شنو هذا بوك الشاشه يا سيدي تلهبيه عايشك تلهبيه وقل لي شنو يتعمل توا حتى شيء القانون واضح وصريح ايه وسي القانون هذا ما فيش كفاءه الواحد ينجم يتعدى منها لا سي اسماعيل شيء ثغره صغيره صغرونه المجله الجزائيه فليتها فليان ما لقيت حتى شيء هات 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 سيدي اتقول لو جوحدي كنلقى حاجه تنكلمك في التليفون اي بالسلامه كما تحب تسمعي اما نقول لك زيد لا مندوحة من انك تخلص حق المجتمع لا مندوحة شنو لا مندوحة